السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر المتأخر. الساعة الآن على ما أظن الثالثة صباحا ونصف في المغرب. وأنا قبل قليل كنت أستعد للنوم. ولكن هناك امر طارئ في مدينه فاس وشيء خاص وزير الصحه نورمالمون اللي عنده الرقم ديال التليفون ديالو دابا عيط عليه في قم ناس مع الثلاثه ديال العشيه السيده دارت حادثه خرجت من المنزل ديالها غدا المسجد شي شاب غادي بالسياره بسرعه في مدينه فاس ضربها حتى الناس كيقول كي لك السماء السيده العمر ديالها فوق 80 سنه جابوها للسبيطار انا كنتسنى الان تواصل ديال ديال الناس جابوها لاحد المستشفيات صيفطوها لمستشفى اخر المستشفى الاخر من ثلاثة باش دخلت لي هي مشات تصلي الظهر مشات باش تصلي صلاة الظهر يعني وصلت للمستشفى في ثلاثة هذه دابا ثلاثة ديال الصباح جات شي فرملية صغيرة نهار كامل هما مخلينا فوق البايس كتالم وما قاد حتى شي واحد يدورها خايفين لي وقع لها شي ايموراجي دابا قال جات شي بنت فرملية صغيرة قالت لهم ايوا هذوك اللي صيفطوها لنا غادي نردو ليهم الصرف هزوها سيرو ردوها ليهم ما عندها فين تبات عندنا هنايا آه، غادي نحاول نربط الاتصال ب احد افراد هذه الاسره يعني عائله على الان بيته في السبيطارات وكتسنى فوقاش هاد الطبيب غادي يشوف السيده يعرفوا اشنو عندها باش يهزوها يديوها الكلينيك ولا يشوفوا شنو غادي يديروا معاها سأل أنا, طلقت اللاي... انا طلقت اللايف أنا طلقت اللايف دوز لي أحمد يهضر معايا غير اوديو هنايا ها يهضر معاك اوديو اشوف آه. نعطينا... داكور داكور. لك ان انا لك ان أنا لك ان داكور العائله ديال زوجة الاخ ديالي اتصل بيا تقريبا مع الخمسة بالتوقيت ديال موريال وكيف الراك قال لي راني في لي زيرجونس في مدينه فاس قلت له كلاش شنو كاين قال لي خالت المدام راه وقع عليها وقع وقع عليها يعني من الخمسة ديال العشية ديك الساعة من بعد 12 ساعة المفروض ان يعني انسان يكون شافو طبيب دابا الطبيب ما كاينش مع من غادي يهضروا ويعني قال لك كاينين شباب في مقتبل العمر هما اللي مع من كيدوي كي هما اللي مع من كيتكلموا كي وجات وحده تتهضر معاهم يعني قال لك بحال علاش يصيفطوا لهنايا الهنايا بعدا يلا هزوها ردوها اليوم غادي نردو لهم الصرف اللي مصيفطينها لينا أه يعني شيء محزن وشيء مخزي الاخ ديالي مشى من مدينه الدار البيضاء الابن ديالها كاين في فرنسا في ضحيه باريس اتصل بالمستشفى غير باش يعرف اشنو كاين قال لك السيد اللي كيهضر معاه تيقول له ما عندي ما ندير لك اش غندير لك ما عندي ما ندير لك اخويا ما عندي ما ندير لك يعني السيد طلع مشى كيجري جمع حوايجو غادي للمطار وجاي ما عارفش مو اشنو وقع ليها ولا شنو عندها ولا شنو والناس دابا اللي هذا تيقول لهم ما تقيسوها ما تقلبوها ما حتى شي حاجه عندها ايموراجي في الراس تمشيو تقلبوها على شي جي وقع عليها شي مشكل خطير خلال النقاش مع بعض افراد هذه العائله يعني هادشي اللي كيحكيو على المستعجلات انا تنظن بانه يعني كانت هناك قطيعه مع مثل هذه السلوكات ان يعني بنادم ملاوح بدما يتوب هكا أه هكا جالسين شنو كتسناو يعني بزاف ديال الناس الافات كيوقع في الدنيا انسان تقدر يدير حادثه ساير أه انسان كيقدر كي يعني تعرض لشي حاجه طاحت عليه غادي يعني انسان غير على رجليه طيح عليك شي حاجه من فوق حديده تجيك شي حجره طايشه تضربها شي طوموبيل ولا كاميو فشي يعني اللي اللي حكاو لي انايا يعني داكشي اللي كاين في هاد ليرجونس انا ما بغيتش نذكر الاسماء اللي نذكروا لي جوج ديال الاسماء ديال المستشفيات وما عرفتش انا واحد فيهم شكون اللي شدها الاول شكون صيفطها للثاني يعني شيء مؤسف جدا اننا باقين في المغرب كنعيشوا اوضاع بحال هذه ومتاسف جدا انني نشوف وزير ديال الصحه يشرف على قطاع كيمشي بهذه الطريقه هذه وهو كيجي كيتكلم مع المواطنين بالاقليه وبالاغلبيه وبهذه النخوه وبهذه الكبرياء خصوصا وانه هو اللي كان يشرف على قطاع الصحه طوال هذه هد المده هذه يعني انا في المره الاولى كنتكلم مع الاخ ديالي كنت بديت امر عادي يعني المغرب هو هذا وحنا عارفين يعني بلادنا وعارفين قطاع الصحه اللي فيها وانا تنحمد الله وتنشكرو انني مشيت دوزت العطله انا ومراتي والوليدات ديالي وما اننا نمشيو ليزيرجونس في السيكتور بيبليك ديال الصحه في المغرب دونك ما عليكم غير تصبروا ان شاء الله راه غادي يجي الدور ديالها وغيدخلوها وراه لو فات انها كتسنى يعني راه الافونس تصور ان في ديال الصباح جايه السيده يعني فيرمليه بحال الا كتلعب البوبويات ولا ما عرفتش اشنو هذوك صيفطوها لينا حتى حنا غنعاود نصيفطوها لهم وهزوا عاود ردوها لهم وعاود منين تمشي عند خرين يقول لهم لا عاود ديوها نتوما يا اللي عندكم دونك آه يعني هاد شي شيء مؤسف وشيء مخزي لان تقطعت بهم السبل وما بقاو عارفين مع من يهضروا ولا مع من يدوي وعيط لي غير كيتشاور معايا قلت له انا دوز لي السيد آه غادي ندير لايف ويطلع معايا يعني عاود لينا شنو واقع في مدينه فاس يعني حنا شفنا الطرقات المهترئه في عهد المجلس السابق صرخنا المره الاولى والمره الثانيه من بعد ثمانيه اشهر ما تسوقش لنا ولكن بفضل توجيهات الملكيه الان مدينه فاس تتصلح شارع محمد الخامس اللي جوج مرات جيت ليه وصورته وتنتكلم عليه من عيني المكان والمجلس البلدي في خبر كان ما مسوقش الان على الاقل الشريع كيتصلح بناء على الاوامر الملكيه والمفروض ان المجلس البلدي هو اللي قابل خدمته هو اللي يدير مثل هذه الخدمه هذه دونك آه قال لي بانه لقاو دابا حارس عام وراهم اللي عنده باش يهضروا معاه ولكن انا يعني علاش يعني شنو الضروره اللي تخلينا حتى نمشيو نبداو نقلبوا حنا على الحارس العام ولا نقلبوا على المدير ديال المستشفى علاش ما عندناش الف باء تاء واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة عندنا واحد المجموعة ديال الناس تقييم الحالة ديالهم هادو عندهم أسبقية هادو عندهم يقدروا يتسناو وهذا الحالة ديالو خطيرة الأخ ديالي قال لي والله إلا واقف على واحد السيدة والله العظيم إلا واقف تحتضر تحتضر وواحد بنتها مسكينة واقفة حداها ما عارفة ما تدير وقال يعني أن إلا كان وصل إنسان أه لها الدرجه هذه ديال الاستهتار بالروح ديال الاخر وفي قطاع الصحه اللي هو مفروض انه يعتق الناس وانه ينقذهم ف يعني الامر خطير وخطير جدا انا بدميتي وما تيقولوا لي خلص باش دير سكالر المشكل هو فين هما الاطباء دابا كلشي تيقول لي ما بان لينا حتى شي طبيب ملي جينا هنا ما شفنا حتى شي طبيب فين, فين هما الاطباء اللي كيخدموا كي في هذا المستشفى مستشفى عمومي قدو قداش قال كي دوزو حدانا غير الدراري باقيين صغار ما عرفنا واش سالاو القرايه ولا جايين غير يديروا ستاج ولا ما فهمناش شنو واقع كيفاش واش الاطباء كلهم مشاو كيخدموا كي في القطاع الخاص سمحوا في القطاع العام ولا شنو واقع دونك نتمنى الله انه يكونوا لقاو شي حد اللي يعني الى بخيل الادام اه انشارج ولكن غادي نجمع من عندهم المعلومات الكافية وغادي نعاود نرجعو ان شاء الله في بث مباشر يوم غادين بحول الله اه هادشي هادا هذا ما يمكنش لينا نسكتوا عليه <applause> ما يمكنش هاد السلوكات هادي تكون بقية في الفين وواحد وعشرين ان انسان يعني داير اكسيدان عنده اموراجي في الرأس ديالو مع عنده معرفش شنو عنده في الجسد ديالو و مدة 12 ساعة التوصية الوحيدة اللي عطاوها ما متحركوهاش تتقول لي راه الجنب ديالي طاب عليا قلبوني غير الجهة الاخرى غير شي شويه تيقول لها ما نقدروش فيك قالوا انما ما نقلبوكش خافوا لا نمشي نقلبوك لي موراجي اللي عندك تقدر تدي تصفيها لك اللهم خليك هكا صابره اذا الإنسان 12 ساعه هو صابر منين جيتي جيت من المستشفى الاخر و رجعي للمستشفى الاخر اذا طلب مني خمسه ديال الدقائق نتسناهم ولكن انا نبغي نوقف على هاد يعني كان عندنا مستشفيات في مدينه فاس اللي هي محسوبه على رؤوس الاصابع المستشفيات الكبيره وكنا كنسمعوا قصص وحكايات من اللي كنا اطفال صغار يعني قصه اللي كبرت معايا بقات لي في الراس ديالي ان يعني القطط اللي كانوا في واحد من هذه المستشفيات كانت القطط ضخمه ضخمه بواحد الشكل لا يتصور كبيره بزاف في الحجم ديالها وحنا باقيين اطفال صغار كيحكيو لينا بانه راه شي طفل صغير غفلوا عليه والديه قط من القطط مش من المشاش ما نكله شنو كلا ليه واش كلا ليه صبعانو ولا يديه ولا شي حاجه آه يعني مثل هذه التصرفات وهذا الاستهتار بالارواح ديال المواطنين نحن في القرن الواحد والعشرين يعني عفى الله عما سلف داك الشيء اللي داز ولكن الان عندك مستشفى مسؤول عليه مدير ديال المستشفى عندك حالات مستعجله غادي تهتم بها عندك عدد ديال الاطباء غادي تخدمهم ما فهمتش انا كيفاش الناس كيتساراو في المستشفى من الصباح ما بليهم حتى شي طبيب الاطور رجال الصحه حتى المركب الاستشفائي ميزانية تجهيز المعدات المشكله ان بعض المعدات واحد المره في البرلمان السيد ما قال لك شي معدات جات من اليابان ومن اللي جات حطوها حتى واحد يابانيه ما عرفوش يقراو كيفاش غادي يديروا يستعملوها بقات هكاك في الكراطن ديالها علاش لان هذاك اللي كيشريها كيفكر فقط في انه يدوز واحد لا شنو واش عنده اون كوميسيون في ديك لا كوموند ولا شنو الدافع اللي غادي يخليه انه يمشي يدوز هذيك لا كوموند <applause> اذا غادي نربطو الاتصال مره اخرى نتمنى على الله انه يكون توجد حل للمشكل عندنا خصاص كبير في العنصر البشري علاش ما تنهضروش عليه علاش ما كنهضروش على هذا الخصاص الكبير فين كيمشيو هاد الطلبه هادو اللي كيدخلوا يقراو في في التعليم العمومي ولا في التعليم الخاص في قطاع في القطاع الطبي من اللي كيتخرجوا فين كيمشيو دابا الان كاين منهم اللي كيمشي للخارج كيطلبوا منه انه يولي يعاود القرايه ديالو من الصفر انا احدى الاقارب ديالي وصلت للسنه الخامسه من التعليم ديالها في الطب في الطب الخاص في مدرسه حره ولا خاصه قدمنا لها هنايا الطلب قال لك لا خصها تعاود من الاول يعني خمس سنين ديال الدراسه ما ما خدامش داكشي هنايا في كيبيك يعني في كيمشيو هاد الناس هادو اللي كيتخرجوا هاد الاعداد الهائله ديال الناس اللي كيقراو الطب الا يعني كانوا كيخرجوا للخارج خصنا نتسائلوا علاش كيخرجوا للخارج علاش ما كيخدموش في المغرب علاش ما في القطاع العام هذا هو السؤال ثاني اللي طرحت اختي يقول لك ما كاينش تحفيزات ماليه داكشي علاش كيمشيو للقطاع الخاص آه انا بدوري تسالت مدى ما كاينينش الاطباء في المستشفى مستشفى كبير اذا رام خدامين في القطاع الخاص كيديروا في العمليات اللي غيتخلصوا فيها في الحيد اذا كما قلت لكم غادي نعاود نرجعوا ان شاء الله الموضوع يوم غد اظن انهم لقاو شي واحد يمكن قال لي حنا غاديين عند الحارس العام راه وراونا الحارس العام حنا غاديين عنده نتمنى الله انه يكون دار حل ولكن غادي يكون هذا فقط يعني سبب باش اننا نخوضوا في مثل هذه المواضيع ونعرفه يعني اين اين يكمن الخلل علاش علاش حنايا بهذا الكم الهائل هذا ديال الناس اللي كيقراو الطب والكم الهائل ديال الناس اللي كيتخرجوا في الطب ونجيو للمستشفى ونجيو للمستعجلات وما نلقاوش اطباء والناس اللي كيموت اللي مهرس اللي ايموراجي ها كل واحد واشنو وقع ليه وما عندناش اللي قابلهم ما عندناش اللي يداويهم وهاد الناس هادو هاد البنات هادو اللي باقيين في مقتبل العمر يلا تخرجوا ولا يلا جداد شنو نوع التكوين اللي خضعوا ليه كيف يعقل انه تجي عندك انت يا السيده 12 ساعة وهي ناعسة عندك ودابا 3 ونص ديال الصباح اه ايوا رجعوها ليهم غردوا ليهم الصرف بهذه العبارة قالت لهم القضية كلها متوقفة على اننا ردوا ردوا ليهم الصرف وما صيفطوها لنا وحنا غنوليو نردوها ليهم مستشفى الجامعي في فاس تجهيزات كارثية كنت خدام فيه انشاء ديالو داز كلشي مرشوش شافوا اللايف وناضوا يخدمو نتمنوا على الله نتمنوا على الله انهم يكونوا ناضوا خدموا باللايف ولا بلا لايف اذا الاخوان تبارك الله عليكم غدا فايق بكري يعني كنت كنستعد للنوم تجاتني المكالمه ديال راه قالت لينا ردوا لهم الصرف صباحو على خير واكيد ستكون لنا مشي غير عوده واحده ولكن عودات المسؤول كيتعالج في الخارج لا يبالي بما يحصل الأغلبية يعملون في المجال الخاص هادشي خاصو يدار ليه حل راه عندنا نفس المشكل حتى في كيبيك عطاو الان الاطباء انهم يخدمون في القطاع العمومي واحد عدد ديال الساعات ويدوزوا واحد العدد ديال الناس المرضى اطباء يوم يحتجوا حقا كنمشيو نديروا عمليات كنتنقلوا بين المناطق الى اخره الوزير قال لي غادي تدوز القد والقد ديال الناس عندك 2500 مواطن خاصك تدوزهم دونك الا كنتي كتخلص في الطب العام وكتمشي تدوز الوقت ديالك كله في الطب الخاص لانك كدير بزاف ديال الفلوس في الطب الخاص خاصهم يسحبوا منك الرخصه ديال الممارسه الطبيه الى ما كنتيش غادي تداوي ابناء الشعب وكتمشي تقلب غير على الفلوس انت ماشي طبيب <applause> ما كاين <applause> لا حميه لا والو كدير الحميه من جهه وحنا كنغلقو في الزنقه من جهه السي رضوان قبيلا نقصت لينا الكميه ديال الماكله قلت لها والله ما انت اغلي ضرب شي صابوي في الزنقه عاد يجي عندك يكمل في <applause> المهم راه بادله معنا مجهود الله يعاونها يعني علينا سياط الواشنطن باقي العشيه عندكم يلا ستة ونص الله سيدنا العشرة الليل قرب لي وقت العمل تبارك الله عليكم الى اللقاء